مساء الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وفطرتم مليح يا ربي. صح فطوركم. بون لا غوسيت تاع اليوم ان نوفو مع اختي، طاجين الحلو. بصح المره هذه طاجين الحلو كان يقولوا له لحم الحلو، بصح لا غوسيت تاع اليوم راهي طاجين الحلو بلا لحم، بيسك اختي ما تحبش اللحم، فيهم ما تحبوش كي يطيب اللحم، يبان طيبوا بلا لحم. وهذه انا جو بونس انا واحده من الناس ما نحبش نديروه باللحم، كاين ياسر اللي ما يحبوش يديروه باللحم. دونك هذه العصات راح تكون اوتيل ليكم. نبداو عندنا لهنايا العين تاع عين البقره والمشمش والاناناس الزبيب، كنا حاطينهم ان بون مومون في الماء هكا اون ديغي في كل حنا يترنخو. بون ماشي يترنخو باللوم هذاك، يطراو به يطراو هكا وانا نطون يتغسلوا تنحل من الغبره هذه كايتو. بعد نحيوهم من الماء، نبداو نوجدو طبق الطاجين الحلو تاعنا. بون بيان سور كوم مش حديرو باللحم ما تحتاجش البصل الغابي، ما تحتاجش. دونك طول عندنا نجيبو سكر سمول، سكر سمول نورمال هذاك الكريستاليزي، نميزو. كيف نعرفو نحطو السكر؟ الميز تاع هذوك المكونات كل مع بعضاهم، العين بقرة هذوك الكل نعملوهم بكيلة، نكيلها والكيلة هذيك نديرو كيفها سكر. لهنا هاي الصحن ده هو اللي حطت فيه مش معمرة، كي كيلتها لقيتها توصل للخط هذاك تحبس فيه. هذا هو الميزة السكر قد الكيلة تاع العين بقرة والحوايج. بون كيف قلت لكم لي فخويساك هادوما ميزناهم قدهم قد السكر. نروحوا للبرمة اللي حنعملو فيها ونحطوا السكر هذاك يدوب، ما تخليوهش يتحرق، عبتي في بركه يدوب بعقله. تعلموا في شوفوا في الطياب، الطياب مليح ليه طيبوا ابتي في مش طيبوا في اخر دقيقه من بعد تقوي النار وتتحرق وتلهب وما تبقالاش بيان، طيبوا بعقلكم. كيف تشوفوا لهنا ميزه كيلا ما وتزيد الثانية وتخلاها مع هداك السكر. نحطو ملعقة تاع زبدة انا واحدة من الناس مش مفهم نحط الزبدة، انا دي جو بونس اللمسة السحرية تاع اختي. بس تقسم لها حوجي انا. ونخليهم هكا يدوبوا كيف قلت لكم ابتشي فو. عباكم بدات الفيديو هذا ما عندي واجدين والمونتاج نقدر نديره غير على الفطور. نجرب قهوه من بعد بندير المونتاج. لهنا تحط شويه عباد قرفه ما تكتروش ياسر، ولا بودغ حطو نيتشا بس كون تكترو حتجيكم لاصوص تاعها تجيكم فونسي. وشوفوا هي المرقة حلوة كيف نقولوا لها احنا في عنابة، ولا الطاجين الحلو، ولا تعرفوه كيف نقولوا احنا غيوسي كي تكون البويون تاعو هذاك يكون كلير، يكون في الميال، ما يكونش مارون، ما يكونش في النوار، نو لازم تكون لا كولور تاعو كلير. لهنا كيبدا يغلي لنا هذاك السكر والماء، نضيفوا لهم الزبيب والمشماش والاناناس. مي
تقعد العين بقرة، نقول عين بقرة هذيك نوار، تقعد هي لخرة. بس كنا درك نحكيو على كولور اللي هي مهمة جدا في هاد الوصفة، نخليه لاخر باه ما يسيبش لا كولور تاعو. دو بريفيرونس كتحبوه تفوروه، تفوروه باه يطرالكم وما يسيبش هذيك الكحولية تاعو في اللصاص. لهنا شوفوا راهي بدات تعقد، كي تبدا تكشكش كيما هكا معناها هاي عقدت وقلب الطيب. نحطوا هذوك العوينات هذوك، وكي تحطوهم وما تكتروش عليهم بالتحراك، حطوهم وخليهم تحطوهم كي تقرب الطيب. كيف قلت لكم كي تشوفوا هذاك الكشكيش معناها او بدا يتكراميليزا وبدا يتحول لعسل اون ديغي، حطوا العين بقره وخليوه ما تحركوهاش. دوك الطيب بالخف، هي شفتوا البويون كيف ما شباب. هاوليكم شفتوا كيف ما، نعم انها اختي، نعم اختي ما طيبش ياسر بصح كي طيب تخدعنا تخدعنا بالريزولتا. وكيف هادي اللمسة السحرية تاعها، حطت شوية فاني سبيسيال اختي في الطياب تاعها، بصح والله جات بنينة تهبل 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 كلينة كلينة، فطرنا نورمال يا اخي. ديما مرقة حلوة مسكينة محقورة تقعد هي الاخرى، وكيكة وكم بنينة والله غير كلينا منها والله تهبل. هذا يا ماء الزهر في الاخر، كنجيو حنطفيو تحط شوية زهر، عندك ميزانك بركة واحد من نص فنجان متكترش ياسر ياسر. شفتوا كيف ماهي المرق تاعنا؟ اولا ما خليناهش تقيل خلاه، بس كي تخليوها تطيب ياسر اي تتحول الكراميل تيبس تتحرق نص نص، لا هي ما ولا هي يابسة. كان هذا هو الطبق تاعنا والنتيجة، والله ما شاء الله، سواء في الشكل سواء في الذوق. نقول لاختي حبيبتي ومعلوماتكم هذه اختي التوام ايمان، نوجه لها تحيه خاصه من قناتي المتواضعه، نقولها ميرسي بور سو بلا، يهبل بنين ياسر وكلينا منه. واش نقول لكم، بدلت انا شويه في اللهجه تاعي، اطروليه المسلسلات تاع رمضان بون. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الطبق هذا وتجربوا الطريقه هذه، كي قلت لكم راهو بلا لحم. تابعوني واكتيفيو بلو صح، اللي مشو ابوني في لاشين يتفضل الاشتراك واكتيفيو هذيك لا كلوش باش يوصلكم الفيديو جدد. وباي باي في امان الله.